تنفذ فريق سدر وزيتون في القريات مبادرة غرس الشتلات في عدة مواقع مختلفة في القريات حفاظا على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء. للتفاصيل أكثر ننتقل بصوت وصورة إلى الزميل نايف الفندي. مساك الله بالخير نايف، حابين نعرف أكثر عن هذه المبادرة اللي أطلقت في القريات، تفضل. أهلا عهد، حياكم أيضا من القريات أقصى شمال المملكة، وتحية طيبة لك وللمشاهدين. أكيد يحتفل العالم أجمع باليوم العالمي للبيئة منذ أكثر من 50 عام لإطلاق المبادرات المجتمعية المنوعة طبعا بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة للحفاظ على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء. اليوم قبل أن أتحدث عن مبادرتنا أستعرض لكم يعني على عجالة نموذج ونتاج مبادرة قديمة لجمعية القريات الخضراء بالشراكة مع البلدية، يعني نراها على أرض الواقع، يعني كانت في عام 2017 تثبت لنا نجاح يعني المبادرات البيئية على المدى الطويل. وكما تشاهدون يعني هذا المكان الذي نتواجد به، يعني تم تدشين المرحلة الأولى آنذاك بزراعة 1000 شجرة منوعة. بعد مرور 5 سنوات تحول هذا الموقع لحديقة، يعني حديقة تنافس الحدائق في المدينة، وأصبحت غابة من الأشجار تسر الناظرين. كما تشاهدون من خلفي هذا المكان كان طبعا أرض فضاء، ولله الحمد هذه المبادرات يعني تنتج هذه المناظر الجميلة. ولعل أتحدث عن مبادرتنا الآن برفقتي الأستاذ سطام الملحم رئيس فريق سدر وزيتون القريات، والذين يقومون بأعمال مكملة لهذه الجمعيات ويبادرون دائما بزراعة الأراضي وتنظيف الشعاب. حدثنا عن فريق سدر وزيتون القريات وما هي المبادرات التي قمتم بها. حياك الله أخوي نايف، يعطيك العافية. فريق سدر وزيتون القريات فريق يهتم بالأعمال البيئية، تأسس عام 2019، يضم حوالي 750 عضو ما بين رجال ونساء. قمنا مؤخرا بنثر البذور بالشراكة مع حمية الملك سلمان ومؤسسة الوسعة الزراعية. كانت آخر أعمالنا زراعة الأشجار بنادي اليتيمات بالقريات، وكذلك زراعة الأشجار في عدة مواقع بالقريات ولله الحمد. فريقكم يتكون من كم عدد الفريق لديك؟ قرابة 750 عضو ما بين رجال ونساء. ما هي خططكم المستقبلية بالتشجير والمحافظة على بإذن الله القضاء على التصحر وجعل القريات بيئة خضراء. جميل. إيش المواقع اللي زرعتوها؟ زرعنا في ممشى القريات ونادي الفرسية وعدة إدارات حكومية. هل رأيتم ثمارها ولا إلى الآن؟ والله بداية ثمارها بإذن الله. جميل إن شاء الله. حاب تضيف حاجة؟ الله يجزاك بالخير ويعطيكم العافية على هذا اللقاء. يعطيك العافية وشكرا لك. طبعا شكرا لك أخي. تنمية الغطاء النباتي بالمحافظة من أهم طبعا هذه المبادرات أو أهداف هذه المبادرات يا عهد. يعني اختصرنا عليكم الموضوع، ولكن كما تشاهدون هذه الحديقة إثبات بأن هذه المبادرات يعني ناجحة، وإن شاء الله يعني تكون في كل مناطق المملكة وتصبح المملكة العربية السعودية الخضراء بناء على رؤية المملكة 2030. أنتقل لك بالصوت والصورة عهد. يعطيك ألف عافية على هذه التغطية، شكرا لك نايف وشكرا لضيفك الكريم على تغطية أكيد هذه المبادرة، ومثل ما قلت نتمنى نسخها بكافة مناطق المملكة.